السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان، ومع برنامجكم الحبيب برنامج نور الحق. معكم أنا محمد عطية مشالي، ونسعد بالتواصل مع حضراتكم في أي وقت وفي أي لحظة. ومش هنقول وحشتونا من أسبوع، لا، أنتوا وحشتونا بقالكم شهر. وطبعا إحنا بنحبكم في الله، وعلشان إحنا بنحبكم في الله جينا النهاردة من أجل الحب. فاللقاء ده بيجمع الحب بين الأحبة، فجالنا النهاردة طبعا معانا أحبة، وطبعا أنا بتشرف بيهم إن هم موجودين معايا، وهم نماذج ناجحة في المجتمع ونماذج موجودة معايا على أرض الواقع، إن كل واحد منهم ناجح في شيء معين، ونجح ربنا يسر له الأمر إن هو بقى حاجة كويسة، وبفضل الله سبحانه وتعالى هم موجودين معايا دلوقتي. معايا طبعا الأستاذ عادل لطفي، أهلا وسهلا بك يا أستاذ عادل. أهلا بحضرتك. الله يخليك. طبعا معانا المستشار سالم خلف، اهلا وسهلا بك يا سياده المستشار. طبعا معي ومعكم اخي وحبيبي معالي المستشار مصطفى كمال، يعني منورني ومشرفني، واهلا وسهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا بك يا باشا. طبعا احنا معانا فرحتين النهارده، معانا فرحتين ان معانا ناس اجلاء لهم وقر معين ولهم سمه معينه في المجتمع، بدأت النماذج دي تنجح، إن هم كانوا من الأساس بدأوا في قصة كفاح. طبعا معانا الأول هيحكي لنا قصة الكفاح الأستاذ عادل لطفي، وهيوضح لنا طبعا يعني قصة كفاح معينة، وبعد كده هنكمل مع السادة المستشارين. أهلا وسهلا يا فندم. الله يكرم حضرتك. احنا عايز اتكلم على سيادة المستشار مصطفى كمال. تمام. مصطفى بيه يعني أكيد. ابني. تمام. ابني هو في الأصل نسيبي. تمام. أولادي. تمام. إنسان محترم جدا. ربنا يبارك فيه. طبعا أكيد يعني الناس الطيبة مش هتقابل إلا ناس طيبة. ربنا يخليك. واللي أنا لاحظته مع سيادة المستشار مصطفى كمال إن عادل بيه دائما بيكون مساند ليه، يعني لما بيكون في مشكلة طبعاً معينة يعني موجود عند مصطفى بيه، مصطفى بيه بيبدا يحلها مع عادل بيه بطريقه معينه. الاب الثاني ما شاء الله، يعني هو زوج اخته زائد ان هو بيعتبر ان هو الاب الثاني. طبعا ده في حد ذاته الادب، لان احنا تعلمنا الادب والخلق من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ادبني ربي فاحسن تاديبي. وطبعا معانا برضو الصديق والحبيب الاستاذ سالم خلف المستشار، اهلا بيك يا فندم. وطبعا هيحكي لنا عن قصه كفاح جابها من صعيد مصر لحد ما وصل مصر. اولا انا ابدي شكري وعجابي للبرنامج. ربنا يبارك فيه سيادة محمد بيه. الله يبارك فيك يا فندم. الله يكرمك وربنا يديكم الصحه ويديكم التقدم ان شاء الله على طول. الله يبارك فيك اتفضل يا فندم. وان شاء الله يعني بتمنى لكم كل توافق كل تواصل. البدايه كانت من الصعيد، انا كنت انا محامي من الصعيد من اسيوط. تمام يا فندم. والحمد لله يعني قدرت اكمل تعليمي وان اوصل وجيت اكمل هنا تدريبي في القاهره. تمام. ولحد ما وصلت ان انا ابقى محامي في الاستئناف العالي. طبعا وان شاء الله بالخير. طب بعد اكيد دائما بيقولوها زمان وراء كل رجل عظيم امراه، اكيد طبعا في بدايه الحياه أكيد كان في حد مدعم ليك، وليكن الأم وليكن الخالة وليكن أكيد حاجة معينة من الناس ديت، أو الأب مين اللي كان طبعاً مساند لحضرتك؟ لا، هي أولا الأب اللي مفيش غنى عنه، لكن الأم هي الأساس، يعني الأم. تمام. الأم هي الحضن وهي كل حاجة وهي الدفع. أكيد. ووصنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. طبعا معانا بقى حبيبي وصديقي، ويعني زي ما احنا بنقول بالبلدي كده عشرة العمر، المستشار مصطفى كمال اللي طبعا منورني. هو انا معايا فرحتين. ايه الفرحتين؟ ان مصطفى بيه وحبايبه وضيوفه موجودين معايا، وان هو ان شاء الله فرح الاسبوع القادم. طبعا ده قصه حب ونجاح وكفاح، وبناء عليها هو هيحكي لنا دلوقتي ان هو اكيد بدا بنقطه معينه وكان ليه اهداف معينه فحب يوصل لها، واكيد كان حد مساند ليه. اتفضل يا فندم احكي لنا. السلام عليكم. يا اولاد اشكرك يا استاذ محمد على المقدمه الجميله دي، واشكر اسره البرنامج على الترحيب بينا. الله يكرمك. انا في الاول وفي الاخر انسان بسيط جدا. تمام. اتربيت في عيشه في قريه بسيطه جدا. تمام. تمام تمام. وكملت تعليمي. طبعا والدي توفى وانا في الاعدادي رحمه الله عليه. تمام. رحمه الله عليه. وامي ده بعد ما دخلت الثانويه العامه صرفت عليا وتعبت معايا، مشيت اتوفت وانا في اولى جامعه.
تمام. رحمة الله عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم موتانا وموت المسلمين. وهنا مصطفى بيه يعني بينسب الفضل أولا لله سبحانه وتعالى وبينسب الفضل للأم في سبيل طبعا. في الوقت الحالي أن كل الشباب أو الجيل اللي طالع بيستعر من أبوه ومن أمه طبعا لا. أكيد أنت حضرتك لك رد تاني. لا مش هينفع طبعا. الأب والأم ده حاجة فضل علينا كلنا تمام. وأنا في الأول في الآخر أساس طبعا تمام. وبعد ما كملت تعليمي في الثانوية العامة دخلت الجامعة، مامتي توفيت تمام رحمة الله عليك، ورحت عند أختي تمام. اللي هي حلم زوجة الأستاذ عادل طبعا ما قفلش الباب في وشي وكمل معايا وساند معايا برغم الظروف اللي أنا كنت بمر فيها تمام. وقف معايا لغاية ما اتعلمت وخدت الشهادة وقدمت في مجلس الدولة. وقفت معايا ناس كويسة زي فارس بيه عبد الحميد تمام. ده شخصية جميلة جدا وكل الناس بتشكر فيها تمام. وبعد كده كملت الحمد لله لما ربنا كرمني وبقى مستشار تمام في مجلس الدولة تمام. وكل الفضل يرجع طبعا لأمي وأبويا رحمة والأستاذ عادل طبعا وأخويا صديقي حبيبي الأستاذ سالم، ربنا يجزيهم خير طبعا. ماليشغلهم طبعا في الدنيا. احنا بنقول اللقاء ده لقاء أحبة، لقاء بيجمع كل الأحبة لأن احنا ما اجتمعنا في القناة الجميلة ديت إلا بالحب. وطبعا يعني مصطفى بيه يعني عجبني الكلمة البسيطة بتاعته اللي هي لغة البساطة، يعني ما جاش واتكلم وقال والله أنا بدأت كبير قوي، لا هو بيقول والله أنا بدأت بسيط. فهي لغة البساطة هي سر النجاح طبعا. وهي كانت سر نجاح حضرتك. واكيد انت كان ليك حلم معين يعني ان انت مثلا كنت تطلع دكتور تطلع مهندس. انا والله كنت نفسي في الاول كنت اخش تربية رياضية تمام تمام. كنت نفسي، انا كنت بحب الفوتبول جدا يعني كنت بتحب الرياضة طبعا. وعندي فالدو في القرية عندنا كنت بلعب مع الشباب كلهم طبعا تمام. وكنت عامل فريق كورة وبعد كده ربنا كرمني مجموعة ما جابش كلية انا كنت عايزها تمام. دخلت حقوق والحمد لله اشتغلت على كلية واشتغلت على نفسك ودست والحمد لله مستقبلي اتحقق وكل الفضل كله يرجع للاستاذ عادل برضه. ربنا يجازيه خير. وطبعا اخويا الكبير الاستاذ سالم ده ربنا يجازيه كل حاجه معايا ما استغنى عنه. انا دائما بحبه لان هو محب للمحب طبعا، يعني محب للاحباب. يعني لما قل ما تجد في هذا الزمان ان انسان يعرفك لنفسك ولشخصك، ما بيعرفكش من اجل مصلحه. لان هنا من ضمن اللي ربنا هيظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظله والرجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. فهنا الحب هو اللي جمعنا في المكان وفي المنبر الجميل بتاع قناة الصحة والجمال ده. طبعا هيحكي لنا برضو الأستاذ عادل يعني إزاي هو كان بيدافع وبيدفع بالمستشار مصطفى لحد ما وصل للمكانة الجميلة الكويسة دي. والله هو مصطفى بيه يعني إنسان طموح جدا. مصطفى ذات نفسه خدوم للناس، قلبه أبيض. في نفس الوقت حضرتك يعني أنا مبسوط جدا إن هو مستشار في مجلس الدولة، لأن حضرتك عارف إن القضاء المصري الملاذ الأخير لأي مواطن. أيوة ودائما بينصر الحق. واللي عجبني كمان يعني اللي سمعته عن مصطفى بيه بسمته الجميلة الطيبة بتاعت ولاد الأصول اللي هو دائما بينصر الحق وبيأخذ على يعني بينصر المظلوم وبيأخذ على يد الظالم يحذره. لا انت هنا حاسب، لا انت ما تعملش كده. فدي سر النجاح. وطبعا هنا برضو الأستاذ سالم هيوضح لنا سر كفاحه وصداقته مع مصطفى بيه. هو سر الكفاح هو يبدأ من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن الصداقة إذا يعني صاحبت حد فلينظر أحدكم من يخالف. تمام والمرء على دين خليله. على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. تمام. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الواحد عشان ينجح وبتاع لازم يبص للناس اللي كويس، الناس المحترمة، إن صادق، ناس صادقة في كلامها في أفعالها. فالصداقة بس صداقة على خلق أو صداقة على صدق. ما هي اللي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي حددها لنا النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن اللي ربنا هيظلهم والرجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. يعني أنا ما بحبش محمد عشان مصلحة، أنا بحبه من أجل إن هو إنسان كويس فعايز أتعلم منه. وهنا لما يعني مثل الجليس الصالح كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن تشم منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه رائحة كريهة. طبعا هترك المجال لحضرتك تكمل يا فندم. يعني الصداقة على قول الرسول عليه الصلاة والسلام الصداقة من الصدق. تمام. صادق واحد إنه يكون صديق، ما يكون صدوق معايا والتعامل والاجتهاد
ان الشخص عشان تتصاحب. انت ذكرت كلمه كانت غايبه عني وعن الساده المشاهدين، الصدق، يعني معناه الصديق، وهو الصديق الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا ابا بكر الصديق، وسمي سيدنا ابا بكر الصديق لشده صدقه وشده محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. معانا اتصال. سلام عليكم يا فندم. سلام الله وبركاته، ازيك يا بيه؟ اهلا وسهلا بك يا فندم، نتشرف فيك يا فندم. محمد لطفي معاك يا بيه. اهلا وسهلا بك يا استاذ محمد، تشرفنا بيك واتصالك الطيب الجميل ده. ربنا يخليك يا بيه، ربنا يبارك لك. تحب تقول اتفضل يا فندم. تحب تقول ايه؟ تحب تقول ايه على الهوا في حق معالي المستشار مصطفى، وفي حق الاب الجميل الرجل الطيب الاستاذ عادل، والاخ الصديق الاستاذ سالم؟ اتفضل يا فندم. والله انتوا هي القناه كلها قناه خير واهل خير، وانتوا يعني ناس طيبين، وخد بالك ما بتجيبوش الا الناس الكويسه. ربنا يبارك فيك يا فندم. انا بشكر القناه والقائمين عليها، وبشكر الاستاذ مصطفى سعاده المستشار. ربنا يعزك يا باشا، ربنا يكرمك، ربنا يبارك فيك. بنتمنى له التوفيق، وبنتمنى له ان ربنا يزيده كمان وكمان. ربنا يكرمك. ونشكر الناس اللي وقفت جنب منه. ربنا يبارك فيك. احنا مش هنقول اسماء، بس الناس دي ربنا يا رب يزيدها خير كمان وكمان، ويوسع لها في رزقها ويرزقها بالخلفه الصالحه. طب كلمه ثانيه توجهها للاستاذ عادل. الله، هو ما بقول لحضرتك انتوا ناس اهل خير، وما بتضربوش الا ناس اهل خير، فهم كلهم يعني ناس طيبين. ربنا يبارك فيك. الاستاذ سالم ولا الحاج عادل ولا ربنا يبارك مصطفى بيه، ربنا يا رب يبارك له ويزيده كمان وكمان. ربنا يخليك يا محمد، يعني ربنا يكرمك. ربنا يبارك فيك. ده طبعا ده شهاده من حضرتك ونورتنا طبعا. ربنا يخليك يا بيه، ربنا يبارك لك، وبنشكر البرنامج وبنشكر القائمين عليه. ربنا يبارك فيك، ومتشكرين للاتصال ومتشكرين لاتصال حضرتك يا فندم. طبعا هنرجع بقى للحبيب اللي هو قصه كفاحه مش قادره تبعد عن راسي ولا لحظه، مصطفى بيه. يعني برضه هيحكي لي ان طبعا انا لما بدات في مهنتي كان هدفي الرئيسي ايه؟ انا والله هدفي اعلاء كلمه الحق. تمام طبعا. تمام. كنت في الكليه كان دايما الدكتور بيقول لك لازم تكون حامل مستقبل تمشي عليه قدام. جميل جميل. دايما باخد الكلام من الدكاتره وكنت بحطها في دماغي. تمام. اي حاجه حصلت معايا وانا في ايام الجامعه كنت ماسك عندي اجنده، كنت بكتب اي حاجه بتحصل لي. أيوه. عشان افتكر الحاجات دي لما يكون ربنا يكرمني واعمل حاجه في المجتمع. تمام. ودلوقتي من اسبوع تقريبا انا فتحت الاجنده، لقيت فعلا انا كان ظروفي صعبه جدا. بقول لو الاستاذ عادل طبعا وقف معايا. طبعا ظروفي الماديه ما كانتش تسمح ان انا كنتش بشتغل، ما كانش ولا اب ولا ام ولا بابا وماما توفوا رحمه الله عليهم. وطبعا الاستاذ عادل طبعا شغله كله كان عليا. تمام. طبعا واشكر اختي طبعا الحبيبه اللي فتحت البيت واحتويتني ابني من ابنها. ربنا يجزاها خير، وانا رساله بوجهها لها ان شاء الله ربنا هيرضيكي، لان انت راضيتي اخوكي، فاخوكي هو السند. فيعني احنا بنشكرك من خلال الهوى وجزاك الله خيرا. وطبعا حضرتك هتكمل يا فندم. طبعا كان ليا برضه اصدقاء بيساعدوني جدا. تمام. تمام. ولازم اذكر اساميهم. تمام. طبعا الاستاذ احمد فتحي ده طالب في ثالثه دبلوم. تمام. تمام. دايما كان بيشجعني انا وانه اصغر سنا. تمام. واحمد ناصر وعلى مصطفى، الناس دي فعلا كويسه جدا. كان دايما بيساندوني. محفزين ليك. طبعا محفزين ليك. وربنا مراتي بنت عالم ثانويه عامه، ربنا يوفقهم كلهم يا رب العالمين. تمام. وانا طبعا جميلهم في دماغي ومعاهم يعني في وقت. ده تواضع من حضرتك، يعني ده كل ان حضرتك بتتكلم باللغه ديت يبقى انت حضرتك ابن اصول وابن ناس طيبين. ودي طبعا شهاده انا بشهدها، لان كل ما تعاشر الناس الطيبين بتزداد منهم تعلم وخبره، وكل ما بتتقرب من الاشرار بتزداد منهم شر والعياذ بالله. فطبعا انا بشكرك يعني على الحاجه الجميله اللي انت بتعترف بها، وان انت بتنسبها الوقت على الهوا. طبعا طبعا انا اشتغلت كتير برضو. معانا ام مصطفى على الهوا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كنت عايزه اشارك حضرتك واتصل وابارك للاستاذ الجميل سياده المستشار، ربنا يخليك، واهني بالاخص الاخت الطيبه اللي هي احتضنته. ربنا يبارك فيك يا فندم. وهي اكيد سبحان الله يا غرزت فيه. احنا طبعا بنقول تربيه وتعليم، التربيه قبل التعليم، هي اكيد هي انسانه متربيه كويس.
وكملت العهد عن امها وعن ابوها الله يرحمه وعن زوج الاخت الراجل الجميل الطيب. ربنا يبارك فيك يا فندم. ربنا يبارك فيه يا رب ويجعل ظهره هما نموذج فعلا ودي رساله جميله جميله من خلال البرنامج ان يعني سبحان الله يعني حاجه يعني طاقه كده وطاقه ايجابيه احنا بناخدها ان لما حد يموت امه ويموت ابوه الدنيا مش هتنقطع دي ابدا اكيد تمام. سبحان الله وتعالى تمام. اكيد هيلاقي اخت طيبه هيلاقي عم طيب هيلاقي خال طيب زوج اخت ربنا يبارك فيه انسان جميل جميل. ربنا يبارك فيك يا ام مصطفى ده كلامك ده طيب وعلى قلوبنا كلنا والله. لا والله يا ربنا لا طاقه نور وسياده المستشار ربنا يبارك فيه يا رب ربنا يعزك ربنا يكرمك. كان انسان عنده نزعه خير من جواه عنده طاقه طيبه ان هو أيوة. قادر يكمل. انا شفت ده بعينيا وطبعا ما ينفعش اذكره على الهواء يعني هو في حاجه لله وحاجه طيبه سبحان الله يعني. سبحان الله واكيد وهو اكيد سبحان الله يعني كان عنده طموح مش معنى ان ابويا مات او امي ماتت الدنيا تنقطع الحمد لله. او الدنيا تقف لا خالص الحمد لله هو عشان ربنا اساسا تربيه كويسه طبعا بنشكرك يا ام مصطفى خير جواه ان هو قادر يكمل وقادر ربنا يبارك فيكي ان مش كل في حد تموت امه او دمه ربنا يبارك فيك يا ام مصطفى متشكرين لاتصالك الطيب الجميل ده طبعا في عجالة رسالة هيوجهها الأستاذ عادل لكل الشباب العاطلين اللي بقول لك أنا مستني الشغل والله أنا بقول لكل واحد يحاول يجتهد ويحاول يبحث عن عمل وإن شاء الله ربنا يوفقه الله يكرم الأستاذ سالم وجه رسالة لكل الشباب إن أنت قدامك طريقين ربنا بخيرهم لك في الطريق الصح وفي الطريق الغلط في طريق النجاح يعني وفي طريق تختار. الفشل يا تختار انت تختار تمام. لكن برضه بقول لك انت اختار طريق النجاح وطريق الصح والصداقه برضه اهم حاجه انا عشان ربنا يبارك برضه عشان البرنامج ده طبعا طبعا ربنا يجازيك خير معانا طبعا اخر رساله بيوجهها المستشار مصطفى للشباب وطبعا هو محضر مفاجاه هيعملها والله يا باشا اتفضل يا فندم هي يا باشا والله في الاول وفي الاخر هي مستقبلك تحط مستقبلك رقم واحد تمام تمام هو ده والشباب لازم يتحفز ولازم يجتهد علشان ده في الاول وفي الاخر مستقبله تمام هو مع حضرتك الوقت اتفضل ايوه تمام فلازم يجتهد ويدوس على نفسه وكل مجتهد نصيب تمام فانت ما تلميش حملك على الظروف والدنيا وتقول لي الدنيا واقفه مش لا انت اجتهد وربنا هيكرمك تمام الاجتهاد عليه كل شيء لان طبعًا. انا معلش انا مش هبقى قاعد في البيت او هقول والله انا مستني الوظيفه الفلانيه لا. ده لابد وطبعا دي الرساله اللي بيوجهها سياده الريس دائما على العمل ويحفز الشباب على العمل وطبعا احنا من خلال المنبر ده بنشكر طبعا الساده المسؤولين كلهم ان هم بيسعوا دائما للخير وبيسعوا دائما لصعوبه المشاكل الاسريه ويعني بنشكر طبعا اللي هي حته تكافل وكرامه دي عجبتني جدا ان كان في ناس غلابه فطبعا يعني احنا بنوجه الرساله طبعا رساله شكر لكل من ساهم في موضوع تكافل وكرامة فطبعا يعني ربنا يجازيهم خير كل القائمين على تكافل وكرامة طبعا المستشار مصطفى بيكمل لنا اتفضل يا فندم تكملة الرسالة وأقول لك كل شاب اجتهد وحط مستقبلك رقم واحد تمام سيبك من أي حاجة سيبك من الظروف اللي أنت بتقول عليها أنا ظروفي طبعا ما كانش حد يستحملها تمام بعد والدتي ووالدي تمام وكل اللي عندنا كان في القرية برضه ما كانش متجنبني تمام ما كانش حد بيساعدني تمام بس كان في طموح طموح عند حضرتك طبعا انا كنت شايف وجهه النظر للناس بالنسبه لي ما كانتش كويسه فانا قلت ليه طب ما انا اشتغل على نفسي واحقق مستقبلي وبعد كده الناس كلها تتغير معايا تمام والحمد لله ربنا كرمني واجتهد فانا بقول لكل شاب يجتهد ويملي حلمه على الله تمام والله المستعان ربنا يجازيك خير وطبعا حضرتك بتوجه الرساله لاصدقائه واحبائه طبعا انا بوجهها نيابه عنه ان هو بيدعو احبابه الساده المستشارين والساده اللي هم وقفوا جنبه وبيدعوهم طبعا للفرح يوم 17 12/7 12/7 ان شاء الله فين يا فندم نادي القضاء بيدعو. نادي القضاء ان شاء الله وبيدعي طبعا الساده اللي هم احبابه واصدقائه بيدعوا الاحباب ان شاء الله بالدعوه عامه كمان يعني هو جزاه الله خيرا بيقول الدعوه عامه كمان يعني هو مش مقتصر ان هو بيقول والله انا هبقى على الفئه بتاعتي لا هو بيقول الدعوه عامه للجميع وجزاك الله خيرا وطبعا اخر حاجه بيقولها لنا الاستاذ عادل وبعده الاستاذ سالم هيوجهها ان شاء الله اخر حاجه في البرنامج ببارك مصطفى بيه استاذ عادل لطفي اخويا وابني حبيبي كل حاجه ليا ببارك له وببارك لياسمين بيه محمد انسانه خلوقه جدا ربنا يجازيك خير محترمه واي عيله تتشرف بيها ف
طبعا ده يعني انا والله انا عاجز لساني ان انا اتكلم لان حضرتك يعني في سمه طيبه وفي دوافع جميله حضرتك قدمتها، وطبعا دي نماذج ان لابد ان الساده المشاهدين يتعلموا من الاستاذ عادل ان لازم مش طالما الاب مات ترمي كل حاجه، لا لابد ان انت تحافظ على اسرتك، لابد يكون في ترابط كما قال الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله يا جماعه، اي دايما يكون في ترابط بيننا وترابط اسري علشان الحياه ما توقفش، او يكون في ان احنا يكون عندي اولاد يتجهوا لطرق غير شرعيه والطرق الخير موجوده بس عايز اللي يحفز، عايز اللي يوجه يقول ده صح ده غلط، اعمل ده علشان ده هيكون في صلاح لمصيرك وده هيكون في فساد لمصيرك. وطبعا هيوجه لنا طبعا الاستاذ سالم برضه والله وتوجيه برضه. انا بختم بحديث الرسول عليه الصلاه والسلام اللي بيقول الخير معناه. الخير في وفي امتي ليوم القيامه في امتي تمام. فبرضه ان يعني الرساله او القصه اللي بشوفها من الصديق وحبيبي المستشار مصطفى ان في ناس بتعجزك، لا في ناس كويسه، لان برضه الرسول ده كلام الرسول للصادق الامين ان في ناس كويسه لحد يوم القيامه، الخير في وفي امتي ليوم القيامه. وطبعا ده راجع للاستاذ عادل ان راجل برضه راجل محترم وراجل طيب وربنا يكرمه واتمنى له كل التوفيق في مستقبله. وبرضه اوجه معلش رساله برضه من المنبر هذا للسيد الرئيس، مش رساله هو دعاء، ان ربنا يعينه ان شاء الله. ربنا يجزيك خير، دي طبعا رساله حب. وطبعا انا هوجه دعاء لكل الناس ولكل الساده المشاهدين وإني داع فأمنه، اللهم ارفع الغمة عن المسلمين، اللهم ازيح الوباء والغلاء وهذا المرض اللعين عن المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم العظيم يا كريم أن تشف كل مريض، ونسألك يا رب أن تقضي حوائج المحوجين، وأن تزيل الهم عن المهمومين، وأن تزيل الغم عن المغمومين بفضلك ورحمتك يا كريم. اللهم إنا نسألك يا رب في هذه الأيام أن ترضى عنا، اللهم ارضى عنا وارضى عن المسلمين جميعا. اللهم إنا نسألك يا رب أن نعمل عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم العظيم أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا، إنك على ما تشاء قدير، نعم المولى ونعم النصير. وطبعا بشكر القناة الجميلة اللي بحبها دايما من قلبي، وبحب طبعا كل القائمين فيها، وبحب أخوي وصديقي الإنسان الجميل اللي كل ما تتكلم معاه تلاقيه بيدخل القلب، الأستاذ محمد الملكي، فجزاه الله خيرا على الاستضافة الجميلة والدعوة الجميلة لقناة الصحة والجمال، فجزاك الله خيرا وجزا كل العاملين في هذه القناة خير الجزاء على الاستضافة الجميلة. باسمكم نشكر الأستاذ عادل لطفي، وباسمكم نشكر المستشار سالم خلف، وباسمكم نشكر معالي المستشار مصطفى بيه كمال، فجزاكم الله خيرا ودي كلها نماذج ناجحة. فإن نحبكم في الله فنستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.